المنتخب الوطني. انا اشوف كمغربي انا كنشجع المنتخب الوطني وكنتمنى المنتخب الوطني يجيب لنا السميمرة يجيب لنا معاه من الكوت ديفوار وان شاء الله يكون عليه الخير. بالنسبه لي انا جيت انا والعائله كنتفرجوا هنايا في هذه لا زونا ديال مع الناس مع العائله مع الاصدقاء وكنتمنى واحد موفق. واش كيفاش شي الميطه الاولى 1-0 في الدقائق الاولى برك كنشجعوا كتشدوا واحد الخوفه ماشي الخلا واحد الخوفه يعني كتكون شويه، ولكن الحمد لله ملي كيبدا الماتش كتدخل وسط الماتش بحال لاعب يعني كتشجع من قلبك بحال في تيران بحال هذا. والحمد لله نتمناو دائما الخير لهذه البلاد هذه ونتمناو للمنتخب الوطني حد موفق ان شاء الله. وليد الركراكي كنقول ليه دير نيه دائما نيه ان شاء الله ويكون على الخير ان شاء الله.